انتهت المهلة التي حددها سيد مقتدى الصدر للقضاء لحل مجلس النواب. يعني ما المتوقع؟ ما الخطوة التالية؟ هل نحن مقبلون على تصعيد في ضوء ما تنصل به ما تنصل الاجتماع من قرارات؟ يعني بعض الأطراف تنصلت عن هذه القرارات. يعني النقطة الأخرى التي تنصل أو تم التنصل عنها التصعيد، اليوم هناك تصعيد من الإطار باتجاه التيار، واضح في تصريحاتهم. إذن أقول بصراحة أن كل المخاوف التي يطرحها التيار الصدري هي في محلها. أما في قضية القضاء، اليوم المقصود بالقضاء هنا المحكمة الاتحادية تحديدا وليس مجلس القضاء الأعلى. القضية أجلت إلى يوم 22 إلى 30 من هذا الشهر، وبالتالي أعتقد أن التيار الصدري سيتوقف عن هذا الجانب لغاية يوم 30. وحتى لو لم تحل المحكمة، مجلس النواب أعتقد أن التيار الصدري لن يذهب باتجاه التصعيد ضد المؤسسة القضائية كمظاهرات أو كمحاولة الوصول إلى مقر مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، ولكن سيعبر عن ذلك عبر تظاهرات في المحل الذي يتظاهر فيه اليوم. طيب دكتور غالب، باختصار لو سمحت، بما أنه حضرتك صاير صدري أو تتحدث بنفس صدري، هل لك أن تتوقع لنا التحركات القادمة من قبل التيار الصدري، مثلا الانسحاب الكامل من العملية السياسية بلا رجعة، أو طرح مرشح لرئاسة الجمهورية ولكن ليس مرشح تسوية؟ أيهما الأقرب؟ عفواً، السؤال إذا أمكن. هل لك أن تتوقع لنا تحركات التيار الصدري، الانسحاب من العملية السياسية بالكامل بلا رجعة، أو طرح مرشح لرئاسة الوزراء كأن يكون يعني ليس مرشح تسوية بينه وبين الإطار؟ لا، شوفوا سيدتي، أولاً أنا أتكلم بروح وطنية راقية واضحة وليس قريب، يعني وليس ممثل التيار الصدر روحا ولا، ولكني ارى كثير ما يطالب به هو لصالح العراق وصالح المجتمع. صار مضى على حكومات 18 عاما ونحن نتراجع يوما بعد اخر. العراق افقر وجوع شعبه ودمرت اراضيه والبنيه التحتيه انتهت وامواله سرقت، لذلك اتكلم بهذه الروحيه. ننتظر تجربه جديده. اما فيما يخص التيار الصدري، التيار الصدري الان لا يفكر بالانسحاب من العمليه السياسيه. حتى لو انتخب، لو تم انتخاب السيد محمد الشيع السوداني الحالي، وحتى لو تم الاصرار عليه، وعلى الرغم من ذلك اني استبعد، لان الحكومه التي ستشكل لاحقا اكيد ستتشكل اذا كانت بالقوه على دماء كثير من الناس. فاذا كان الاطار مستعد لمواجهه الشعب ولمواجهه الملايين كما حصل في سنوات سابقه، فنقول هنيئا له أن يحكم كما حكم الذين سبقوه، وبالتالي لن ينتصر من يعتدي على الشعب ويعتدي على حقوقهم ولا يسمع ما يريدون. وبالنتيجة الوضع الدولي لا يسمح مطلقا بتشكيل حكومة إقصائية لجهات سياسية وهي أصلا هناك عليها مؤشرات معينة، وبالتالي المضي بعيدا عن رغبة التيار الصدري والشركاء الآخرين ستكون نتائجها سلبية على الجميع، وسيتحمل ذلك من يكون حظه تعيسا ليتولى رئاسة الوزراء.